السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. دايخين لو نبدي محاضرات وصلتكم ميجينج وليزرز. نفد الموضوع موضوعين جافات الصراحة، بس شو سوي يعني مطلوبات منكم. سأول إيميجينج تكنيك ممكن نستفاد منه بالعيون هو سي تي سكان. سي تي سكان عندكم فكرة عنه؟ ماخذين عنه معلومات؟ سي تي سكان هو يستخدم نفس البرنسيبل مال اكس راي، بس يسوين 3 دي ايمج ريكونستراكشن للبودي كله. ياخذ اكزيال سكانز، ممكن ياخذ كورونال سكانز، ساجيتال سكانز، وينطيك اياه، ينطيك افد ايمج. سي تي سكان بيسكلي هو فد يسموه دنسيتوميتر. دنسيتوميتر يعني يطلع لك الدنسيتي مال ديفرنت تيشوز، فلويد فيلد تيشوز. جراي سكيل يبدي من الابيض للاسود، وبيناتن نعطيك الوان مختلفه يعطيك ايمج. هذين البلينز اللي يقدر ياخذ بيهن سكشنز السي تي سكان: اكزيال، كورونال، ساجيتال. هذا اكزيال، هذا ساجيتال، وهذا كورونال. كورونال يعني هيج، ياخذ السكشن. ساجيتال يعني هيج، اكزيال يعني هيج. هاي تعرفون ذني تيرمز ذني ما اخذيهن، تعرفون شنو كورونال شنو ساجيتال، تعرفون. هذا سي تي سكان، هذا الاكزيال سكان. يبدي سكشن ياخذه لان يوصلنا للبيس، يبدي من فوق لجوه. شوفوا شلون الاي بول شلون تبدي تطلع لنا. هذا فرونتال ساينس، هذا من فوق لجوه. اذن الفرونتال ساينسز تبدي هسه هاي الاوربت واضحه، بدت تبين هاي سوبيريور ريكتاس من هنا. هذا الميديا ريكتاي، هاي الميديا ريكتاس، هاي الميديا ريكتاس، هاي سوبيريور اوبليك ماسل مكان التروكليا. هاي اللاتر ركتاس من هنا. تبدي هنا الاثمويدال ساينسز والنيزل سبتم. هذا الاوبتيك نيرف، هذا اللينس، هذه الاي بول نفسها. فهسه بيطلع لنا شكل مال الاي بول، طلع لنا اللينس، طلع لنا المسلز، طلع لنا النيرفز، ونكمل باقي السكشنز كلها. حتى المكزيلاري ساينس طلع لنا اياها، الفلوري طلع لنا اياها. وين استفاد منه؟ بما انه هو يعتمد البرنسيبل مال اكس راي، فيعطينا فد اكسلنت ايمج للبون، فيفيدنا بالبون ابنورماليتيز، فراكتشرز او غيرها، تيومرز، ايا كان. بعد ممكن نستفاد منه بال اذا عندنا سسبشن اوف فورم بودي، سواء انترا اوكيلر او انترا اوربيتال، خصوصا اذا كان مي تارك فورم بودي سسبشن، فما اقدر استخدمه مع راي. اكو بيف التكنيك يسموها سوفت تشو ويندو، هاي تفيدنا من طلع لنا السوفت تشوز واضحه، يعني المسلز مثلا تفيدنا مثلا بال سيلولايتس، الاوربيتال سيلولايتس، بالثايرويد اي ديزيز، يبين لنا المسلز شلون ثيكند. وهو الايمجينج موداليتي اوف تشويس بالثايرويد اي ديزيز، لازم ندز بالثايرويد اي ديزيز، ندز سي تي سكان، يبين لنا المسل كلش واضحه شلون بيها سوالينج، تكون بها ميكزيماتس ماتيريال، والتندن مالته يكون سبيرد ما متاثر، تندن نورمال، بس المسل بالي افكتد. هاي كيس اوف اوربيتال سيلولايتس، عفوا، هاي بلو اوت فراكتشر. وشوفوا هذا الفراكتشر شلون مبين لنا اكو ديفكت، بون ديفكت، واكو سوفت تيشوز طالعه رايحه للمكزيلاري ساينس. هاي مثلا من التروما اكو هيماتوما مبينه، هاي تشوفوا هاي هيماتوما، يعني كولكشن اوف بلاد بالاوربت. هذا انتراوكيلار فورم بودي، هذه مو انتراكيلار فورم بودي، هذا الليبل غلط. هاي بنتريتنج تروما للاي،
شوفوا شلون صاير بيها شرنكج، شلون طوبة المفشوشة. مرات يجينا المريض شلون هالصورة طفل كلش سوالينج بالايليد مقفولة عينه ما نقدر نفتحها. قصدا وشاكين احنا اكو بنتريتنج تروما، اي بريشر على الاي بول راح يخلي الاي بول يصير بيها شرنكج اكثر، تطلع على الرتنا واللنز. معظمهم دول يجون هيد انجري يعني ار تي اي او فول فروم هايت، فنلقاهم دازيهم سي تي. فبدل ما اني اقعد واكتف الطفل وقوة افتح عينه هو يبكي وما حصل شيء، ممكن السي تي كلش يفيدني. مثل هالصورة هاي مبين هاي الاي شرنكج بيها، معناها اكو بيها بنتريتنج ووند يحتاج لها سيرجري. وهذه انتاكت مبينة شكلها انتاكت ما بيها فد ووند، ينطيني هند زين. الام ار اي هاي براحتك. الام ار اي يستخدم لنا الباورفول ماجنتيك فيلد، نعرض البادي باورفول ماجنتيك فيلد. البادي كله بفلويد تقريبا جد 70% واكثر فلويد. الفلويد معناه شنو؟ معناه اكو بروتونز، الهيدروجين ايونز هي بروتونز. تذكرون بالكيمياء اكو شيء سبيننج، اكو فد فيلد مع الالكترونز والاوربيتالز واحد عكس الاخر اللي صار ستيبل. من نتعرض الالكترونز الى فد ماجنتيك فيلد اقوى من الماجنتيك فيلد مالتهن، راح يصير بهن؟ راح يترتبن ويا الماجنتيك فيلد اللي عندك. من توخر هالماجنتيك فيلد عنهن ايش راح يصير؟ كل وحده منهن راح ترجع للحاله اللي كانت بيها، تاخذ استقرارها. هل تشينج من يعني ارينجمنت حسب الماجنتيك فيلد اللي عندك الى ان ترجع الستابيليتي، من ترجع ستيبل راح تعطي فد اماونت اوف الكترومغناطيك راديشن. كل ايون راح يعطي شكل حسب التشو مالته. هالديفرنس هذا كل تشو دا يعطيني فد اماونت مختلفه، استفادوا منه قالوا ده انا اقدر اعرف كل تشو ايش قد يطلع واقدر ارسمها كصوره جاني من هالمكان هالقد، يعني خلينا نقول اماونت اوف الكترومغناطيك فيلد راديشن، معناه هذا فلان تشو هيك اخلي لونه. قام يسوون صورة بهالطريقة. هاي فكرة الامراي سمبلي يعني هيك شيء. سهاي راندوملي ديستريبيوتد، عرضناها الماجنتيك فيلد صارت ارانجد كلها باتجاه الماجنتيك فيلد اللي عندنا. غيرنا الماجنتيك فيلد، رجعنا وخرنا الماجنتيك فيلد ريلاكسيشن، كل وحدة انطت فد راديشن معين. هذا يترجم لي على شكل صورة. هذا هو الامراي. احنا وين نستفاد منه؟ استفاد منه بهواي شغلات. قبل ما نعرف شنو الفائده منه لازم نعرف هو ايش بي. بي اكو يسموه تي 1 تي 2 سيكونسز. احنا ايش نستفاد بي؟ تي 1 نستفاد منه بال طلع لنا بصوره عامه النورمال اناتومي تي 1، والتي 2 طلع لنا الابنورمال ابنورماليتي الباثولوجي. فيفيدني بالاناتومي مال اوربت، طلع الاوبتيك نيرف اكسترا اوكولار ماسلز تطلع كلش واضحه اوضح من السي تي، طلع لنا مثلا الاوربيتال فينز الفيسلز كلها تبين. الفات بالام ار اي يطلع لنا برايت، فيري برايت، يعطينا برايت سيجنال. شلون ما نشوف البون بالسي تي كلش برايت، الفات بالام ار اي يطلع برايت، والفلويد يطلع بالعكس دارك. هذا بالتي 1 نعرف احنا بالاوربت المسلز ما قاعده هيك وحدها، اكو دائما دايرها كوشنز اوف فات، اكو انترا كونال فات واكو اكسترا كونال فات، ذني محوضات المسل كلها والستراكشرز. من اجي اسوي لام ار اي القى فد انتنس بلس مال الفات يغطي لي على الامبلسز مال المسلز، في حين الفيتريوس اللي هو فلويد راح يطلع لي دارك.
هذا بالتي 1. زين، فايش سووا؟ قالوا احنا سلفات ما راح يفيدنا كلش بالاوربت، راح يغطينا على كل شيء. سووا فالتكنيك يسموه فات سبرشن. فات سبرشن هاي الانتنس برايت سيجنال مال الفات، يسوي لها سبرشن، يوخروها من الصوره، تطلع لنا ستراكشرز اللي بيناتهم. كل اوربيتال ام ار اي قلنا نحتاج بيه فات سبرشن، لان الفات من الداخل ويا كل ستراكشرز، فصوره وحدها تي 1 بالاوربت ما تفيدني، لازم ويا فات سبرشن. فالفات سبرشن بالفات سبرشن القى الفات السيجنال مالته تروح يكون دارك، والبتر يصهم دارك، بينما بالتي 1 لا، القى الفات برايت والبتر يص دارك. هاي واضحه النقطه؟ اذا صارت كلها دارك، المصل دارك والفات دارك والبتريالز دارك، شلون اميز المصلز؟ ينطون كونتراست ماتيريال. نفرض اني عندي سسبشن اوف رابدمايا ساركوما، فد تيومر بالمصل، من انطي داي، الداي راح تروح تتجمع بالهايلي فاسكولار تيشو اللي هو اتوقع تيومر، راح يطلع لي برايت هالماس ويا السبرشن ما ذني كلهم، تعطيني جود كونتراست، تكون واضحه الصوره. زين، فالماس تبين لي دارك بالبدايه اذا بدون كونتراست، ويا الكونتراست اذا اعطي القادلينيوم يسموها الكونتراست مال ام ار اي، تبين لي برايت، تكون واضحه. زين، هسه هاي تي 1 ايمج، شوفوا شلون الفات اللي بالاوربت شلون مغطي على كل شيء، يعني ما يبين لي هنا شيء. هذا فات سبرشن، وخرنا هاي السيجنال. شوفوا هذه بدون فات سبرشن، اكو ماس هنا، ايش سوينا هنا؟ سوينا فات سبرشن ونطينا كونتراست، بينت ان الماس اوضح، بوردرز مالتها اوضح من هنا. وبكل الاحوال الفيتريس هو نفس اللون مالته، دارك ما تغير شيء. التي 2 من نستخدمه، التي 2 نستخدمه من اكو باثولوجي، بين المكان مال مثلا انفلاميشن اسكيميا، كل شيء يعني يفيدنا بالمالتيبل سكليروسيس، يبين لنا المكانات اللي بها ديمايلينيشن. زين، هنا راح يبين كل شيء بي فلويد برايت، لذلك اي مكان بي انفلاميشن اتوقع بي اديما، فيبين لي برايت. وكل فلويد بالبودي كونستانت مدى يتحرك هم يبين برايت، لذلك الفيتريس يبين هم برايت. بهيك حاله احنا المشكله وين صارت؟ هسه صارت لنا بالفلويد. بالتي 1 كانت مشكلتنا البرايت من الفات، سوينا له فات سبرشن. بالتي 2 مشكلتنا بالفلويد، هم يبين برايت، فايش سووا؟ سووا شيء اسمه فلير، فلويد اتنيويشن، يسوون سبرشن المن للسيجنال مال الفلويد بالسي اس اف، باي مكان ممكن يغطي لهم على الليجن اللي يدوروا، يوخرون الساين السيجنال مال الفلويد. هذه التي 2 وهذه وذ فلير. هاي هسه هنا الفنتريكلز كلها بها فلويد، سباركنويد سبيسز كلها بها فلويد اللي هو سي اس اف، يكون برايت، نسوي فلير نوخر هاي السيجنال. زين، وين نستفاد من الام ار اي يعني كأوفثالمولوجيست؟ قلنا نستفاد منه بالاوربت سنترال نيرف سيستم ماسز، طلع لنا اياها كلش واضحه. واكو بي يعني يلقف لنا فد ساينات كاركترستيك فد ديزيز معينه، مثلا بالميلانوما الميلانين يكون بالتي 1 هايبر انتنس، يعطينا برايت سيجنال بالنسبه للفيتريوس، فتبين لنا ماس هايبر انتنس بداخل العين،
داخل الجلوب، هاي فد ساين كاركترستيك للميلانوما. بعد يفيدنا بالنسبة للإنتراكرانيال أو الكافيرنا ساينس أو الأوربيتال أبيكس ليجنز، يعني أدور على الليجنز اللي تأثرنا على النيرفز. ندري إحنا كل النيرفز اللي تدخل للأوربيت تدخل من الأوبتيك كانال سوبرير أوربيتال فيشر، اللي هنا فد يعني small openings كلش condensed crowded وحدة بصف الأخ، ما يبينن بالسي تي سكان، يبينن بالام ار اي. قلنا تفيدنا بالتيومرز كلش سوفت تيشو، طلعنا يا ب فيري جود ديتيلز. ويفيدنا بالنسبه للمرضى اللي دنشوك عندهم اوبتيك نيورايتس. اوبتيك نيورايتس موست يعني نسبة كبيرة من الـ cases of optic neuritis يكون الـ suspicion هو multiple sclerosis، فأحتاج brain MRI. brain MRI أشوف بيها ذن الـ periventricular plaques تكون bright. قلنا كل شيء metallic foreign body أتوقعه، سواء المريض يعني حاط في pacemaker مو MRI friendly، يعني مو تيتانيوم، لا هو ميتاليك من الأنواع القديمة، أو عدة فورم بدية أو عدة شظية، يعني أيا كان هذا contraindicated للMRI. ليش؟ يعني قلنا هذا في powerful magnetic field، ممكن إذا طلقة مكانها ثابتة أو فورم بدية يطلع بسرعة الطلقة يسوي له تروما جديدة. والMRI بالنهاية هو كبون يعني definition كلش ضعيف، يعني ما اقدر اشوف بي الفراكتشرز، ما ينطينا فد ايمج واضحة للبونز. مثلا هذه كرويدال ميلانوما بالتي 1، شوفوا شون الهايبر انتنسيتي بالنسبة للفيترياس، هذا دارك بالنسبة لهذا، هذه ماس انترا اوكيلر واكو اكستنشن اكسترا اوكيلر، فهذه عرفنا بيها الستيج مال التيومر، عم نعرف شو اسوي له يا تريتمنت. هذه مال المالتيبل سكليروسيس، هاي البلاكس، هاي البيريفنتريكولار بلاكس، هذا تي 2 بس بدون فلير. زين هذا لما اراي. بعد نستخدم الالتراسونوغرافي. الالتراسونوغرافي هو نون انفيزيف تول، نقدر نستخدمه بالاوكيولار ستراكشرز بهواي مكانات. ممكن يطلع لنا الكورنيا، يطلع لنا الفيترياس، شوف اللانس. في حال كانت مثلا عندنا المريض فد ماتشور كاتراكت، ما اقدر اشوف الرتينا، اريد اعرف الرتينا مالته مثلا بيها ديتاتشمنت، عنده هيموريج، لو ما عنده يفيدني الالترا ساوند، ينطيني فكره، ما راح ينطيني فاين ديتيلز بس نقول يعطيني فكره انه هذا ديتاتشمنت ولا يابت عندك ديتاتشمنت. يفيدني بالبروغنوسيس، اقول له يعني انت عندك فلان شيء مو بس مشكلتك الكاتاراكت. طبعا اللي الالترا ساوند مو بس مجرد بروب وتستخدمه، كل بروب بي فد ويف لينث ينطي، كل ويف لينث يطلع لك فد دبث معين بالبودي، يعني اللي مثلا 5 ميجا هرتز بروب هذا يستخدم للابدومن يوصل في الديبر ارياز، بالنسبه لنا للعين لا قريبه نستخدم لازم هاير ويف لينث، هاير فريكوانسي، استخدم 10 ميجا هرتز. اذا اريد اطلع بس الكورنيا الترا ساوند بس الكورنيا والانتيرا سيجمنت ممكن اوصل لل 20 ميجا هرتز. اكو تو مودز يسموها تو تايبس، اكو الاي سكان، اي سكان يعني ينطينا one dimension ما ينطينا صوره، ينطينا عباره عن ويف يعني سبايكس هيتشي ويفز ونحسب بيها مين صار له ريفلكشن الالترا ساوند من الكورنيا من اللانس من الرتينا واحسب ايش قد المسافه، فهو يفيدني اقيس بيه الاكزيال لينث مثلا مال الاي، عمود احسب ايش قد احط له لانس للكاتراك سيرجري، احتاج اعرف شي يسموه الاكزيال لينث اللي هو البعد بين الفوبيا والكورنيا، ايش قد هاي المسافه اكزيال لينث يسموها. بعد
ممكن يطلع لي اذا اكو مثلا فيتريوس اوباسيتي تبين لي كسبايك، فهو يعتمد على الرفلكشن مال الترا ساوند من التيشوز. هسه مثلا هذه حاطين الالترا ساوند بروب مال اي سكان، هذه الرفلكشن من الكورنيا، هذا رفلكشن من الانتيرير سيرفيس اوف ذا لينس، هذا رفلكشن من البوستيرير سيرفيس اوف ذا لينس، هذا كله الفيتريوس ما بيفد اوباسيتي، ما طلع لي بيفد رفلكشن، هذا من الرتنا، هذا من السكليرا، ويبدي ينزل شويه هنا من الاوربيتال تيشوز البقيه يعطيني رفلكشنز، هذا يسموه اي سكان. البي سكان لا، البي سكان ينطينا 2 دايمنشنال ايمج، يعطينا صوره، اشوف صوره يعني، يعتمد على البرايتنس مال التيشوز، يعني كل رفلكشن بي برايتنس معين يحط له ويطلع لي صوره شلون ما سوينا بالسي تي ولا ام ار اي. وين يفيدني؟ قلنا نشوف بي اذا اكو فيتريوس هيموريج، اذا اكو ريتينال ديتاتشمنت، اذا اكو فورم بدي، اذا اكو فد ماس انترا اوكيلار، يعطينا الكاركترستكس مال الماس، مثلا هاي بيها كالسيفيكيشن لو لا تفيدني، كالسيفيكيشن فد ساين كلش مهمه بالريتينوبلاستوما، ماس بيها كالسيفيكيشن يعني ريتينوبلاستوما انتل بروف اذروايز. هذا سنور، هذا بي سكان، شوفوا هاي الكورنيا هنا، هاي اللنس، هاي الايريس، هاي الرتينا، مثلا هاي ريتينال ديتاتشمنت، شوفوا شلون الرتينا هاي الثيك بارت هذا ديتاتش طالع من مكانه متحرك. هذه كورويدال ميلانوما، شوفوا هاي الماس، هاي طبعا هنا هاي اللنس، هذا الفيتريوس، هاي الرتينا، هاي الماس، هذا فورم بادي، تراكلر فورم بادي، زين. وصلنا للإيميجينج تكنيكس للكورنيا، شي يسموه الكورنيال توبوغرافي. كورنيال توبوغرافي معناه شنو؟ فد ايمج تعكس لنا تضاريس المنطقه اللي دا افحصها، يعني مثلا توبوغرافي هاي الجنطه شو راح يعطيني؟ يعطيني اكو هنا مثلا صعده، هنا صعده، هنا اكو طسه، هنا اكو طسه، يعكس لنا اياها على شكل صوره، صوره بالغالب تكون ملونه بها كلر كود، يعني الاحمر الليفيتد مثلا، الازرق ديبرشن هيجي، فمن اشوفه اعرف انه الاحمر هاي معناها اكو هنا ارتفاع، هنا انخفاض، هيك شيء. شي يفيدنا بالكورنيا؟ هذه الصوره من تجينا راح تعطينا الكيرفتشر مال الكورنيا، ايش قد التقوس مالتها، معناها راح يعطيني الباور مالتها ات ديفرنت بوينتس، كل منطقه كل نقطه من الكورنيا راح يعطيني هالمعلومات عنها، بالنهايه راح يعطيني الشيب، بالنهاية شكلها النهاية راح يعطيني اياه شلون راح تكون الكورنيا، ويعطيني الثيكنس مال الكورنيا ممكن ديفرنت بوينتس. كلش مهم هذا التست او الفحص او الايمجينج تكنيك بالكيراتوكونس. كيراتوكونس كل ما نسوي له ايرلي ديتكشن، كل ما نحافظ على الفيجن مال البيشنت، كل ما تكون المانجمنت مالته اسهل. ممكن يفيدنا بعد بالكورنيال سكار، الريجولار استيغماتيزم، شلون واحد يسوي له فد بلان للمانجمنت. كل بيشنت قبل اي ريفراكتيف سيرجري لازم يسوي التوبوغرافي، لان قلنا مرات الكيراتوكونس يعني اسيمتوماتيك، ما يدري بيه المريض وما مبين بس بالتوبوغراف، فلازم اسوي اكسكلوجن للكيراتوكونس قبل كل ريفراكتيف سيرجري. ما يصير نسوي ريفراكتيف سيرجري الواحد عنده كيراتوكونس. هذا هو التوبوغرافي. ينطينا صور ملونه، يعني هاي مثلا للانتيرس، يعني يسموه الساجيتال سكان اللي هو السيرفيس مال الكورنيال، انتيرس سيرفيس. هذه للكورنيال ثيكنس، كل نقطه وش قد السمك مال القرنيه بيها. هذه يسموها الاليفيشن ماب، ايش قد الارتفاع بين نقطة ونقطة للانتيريور والبوستيريور سيرفس مال الكورنيا، هاي معلومات عن ايش قد اكو استيغماتيزم، ايش قد
النقطة هاي اللي قد بعدها عن فلان مكان عن السنتر، يعني ينطيك معلومات. هاي مو يمك انت، بس اعرف لي اكو هيك فحص هسه. هذا نورمال انت بالنهايه الالوان كلش يعني يعتمدون عليها، كل شيء جرين ينطيك هنت انه هذا ضمن النورمال، بينما هذا بهواي حمار مو هذا كيراتوكونوس، هذا كيراتوكونوس. فشفتوا شلون اللون غير لنا، والارقام من تقراها وتدقق بها تلقاكو فروقات كلش هواي عن النورمال. ففادنا فادنا انه ثبتنا هالكيس هذا كيراتوكونوس، نقدر نعرفه بها ستيج شو نسوي له. هذا بالنسبه للكورنيا اول تيست. اكو تيست ثاني او فحص ثاني يسموه سبيكولار مايكروسكوبي. هذا شنو فائدته؟ هذا احنا سولفنا ذيك المره على الاندوثيليال لاير اوف ذا كورنيا، وقلنا شنو فائده الاندوثيليوم. الاندوثيليوم ها لا مو بس هيك، يعني قلنا الاندوثيليوم يحافظ على الكورنيا ديهايدريتد في نسبه معينه يسموه ديترجنس، يعني يحافظ على الكميه مال الفلويد بداخل الكورنيا بليفل معين. قلنا من يصير دامج بيها او يصير سواء يعني كونجنيتال او اكوايرد يسوي لنا كورنيال اديما. فهي فد لاير كلش مهمه واحد لازم يشوفها، ولان هي ما يصير بها ريجنريشن، يعني السيل اللي يفقدها ما تجي وحده مكانها، ان محسوبات عددهن ثابت من نجي للدنيا لحد ما نموت، ان ثابتات من تروح من عندي سيل بعد ما تتعوض. اكو نسبه فقدان مسموح بيها يعني نورمال 0.6% per year من العدد ينفقد، هذا نورمال. بس اللي اكثر منه افقده ما اقدر اعوضه، واكو فد ليفل اوصله من العدد يصير كورنيال اديما بعد ما يلحق الاندوثيليوم على شغله. فمهم اعرف ايش قد عددهن ذني وهل هن نورمال لو اب نورمال. فسووا تيست خاص بهن يسمون سبيكولار مايكروسكوب. هذا شي يسوي يصور لنا الاندوثيليال سيلز، يحسب عددهن ايش قد، شكلهن شلون، شكل مالتهن كلش ينطي هنت عن الفسيولوجي مالتهن او الفانكشن مالتهن. تقريبا التكبير يوصل بهذا الى 100 مره بين السيلز يقوم يشوفهن. زين بالنورمال يونج ادلت تقريبا 3000، هذا افريج، ممكن اكثر ممكن اقل بس هو بهالرينج، ويكون regular hexagonal cells. وهذا cell count قلنا يصير بي decrease with age، اكو فد limit معين. وبرا اي intervention يعني سواء انا سويته او تروما، ممكن اذا واحد انضرب بتروما وضربة الكورنيا يتأثر عند السيلز، او السيرجر اللي انا اسويها او حتى الليزر، كلها ممكن تأثر على الاندوثيليال سيلز. وبما انه قلنا يتحافظ على الكورنيا كلير لازم اشوف عددهن ايش قد بالضبط ضمن النورمال لو اب نورمال. زين شو وقت اسوي هذا؟ عاده نسوي قبل اي سيرجري، قبل اي سيرجري على مود اشوف ايش قد عندي اندوثيليال سيلز واسوي السيرجري هاي بهالطريقه هاي لو لا. قلنا مثلاً patient يوصل إلى 900 أو أقل العدد مالته مال endothelial cells، هذا أتوقع يصير post operatively يصير corneal edema، ممكن أظل edema. فهما أقوله للpatient، هذا ما أقوله يا أبا أنت ما تحتاج بس هاي، جزء يحتاج لك عملية ترقيع أشيل لك أجيب لك endothelium غير هذا. زين بعد أنا مود نشخص endothelial dystrophy، هم يفيدنا السبيكولار مايكروسكوب يبين ان العدد مالتهم قليل. وبعد عمود افحص دونر كورنيا، انا من اجي اخذ دونر كورنيا بده ازرعها المريض، انا لازم افحصها جزئيه هاي مو زينه، فهم افحصها بمن بالمايك يعني سبيكولار مايكروسكوب، اشوف الاندوثيليوم مالتها اوكي جود لو لا. هذا السبيكولار مايكروسكوب يعطينا هيك الصوره، هذا النورمال اندوثيليوم، شوفوا شلون مصفط وحده بصف اللوخ شكلها هكساغونال،
شوفوا هذا الاب نورمال، هاي المناطق الطوخ، هذني الطقع، هذني ما بيهن اندوثيليوم فارغات. شوفون شلون بعديات تبدي طبعا من اكو سيل تروح، السيل اللي بصفها تبدي تكبر يعني مود تغطي مكانها، فالشيب مالتها راح يتغير، ما راح تكون هكساغونال. هذا الريبورت مالته هيك يطلع، ينطي السايز مالتهن، ايش قد اكبر وحده السايز مالتها، ايش قد اصغر وحده السايز مالتها، ايش قد عددهن، دنسيتي مالتهن، وايش قد نسبه اللي هكساغونال للابنورمال. هم ينطي نسب، اكو فد نسب محدده يعني نعرف بها هذا نورمال او ابنورمال. هسه ذني بالنسبه للكورنيا، نجي على الرتينا. بالنسبة للرتينا، الإيميجينج تكنيكس بالنسبة للرتينا عندنا أول شيء، أول شيء نستخدمه الفندس كاميرا يسموها. تذكرون الصور مال دايبتيك رتينوباثي والرتينال فين أكلوجن، شون يصير الهيموراج وشون يصير إديما وإديليس. هذني المفروض كل مريض نسوي له دوكيومنتيشن، يعني من يجيني أخذ له صورة أحفظها بالفولو أب، أجي أجيب صورة جديدة وأجي أقارن شدي يصير عندي، أكو إمبروفمنت أكو وارسنينج، فللدوكيومنتيشن. صورة عادية يعني تنوخذ صورة مع الفندس، شون الصور اللي شوفتكم يعني. أكو شيء يسموه فندس أوتو فلوريسنس، تذكرون الفلوريسين، الفلوريسين داي تذكروه. اكو فلوريسين داي نعطيها انترافينوس ونصور، يدخل بالفلوريسين بالريتينال ارتريز والكورايدال ارتريز والارتريوفينوس جانكشنز للبلاكسس، برا يروح للفينز. من اصورهن يطلع لي اللون ابيض مع البسل، يتلون يعني البسل بالضبط شلون الانجيوغرافي، اذا شايفين الانجيوغرافي. نورمالي الرتينا، الرتينال بيجمنت ابيثيليوم مال الرتينا بيفد ماده يسموها اللايبوفيوسين، هذه هم تسوي فلوريسنس بس بكمية يعني خلينا نقول فد كميه بسيطه جدا. فش سووا؟ وها طبعا اللايبوفيوسين اللي موجود بالرتينال بيجمنت ابيثيليوم اكو فد نورمال ليفل بي، يعني اكو فلوريسنس نورمال اكو فلوريسنس اب نورمال، على مود نعرف هذا الرتينال بيجمنت ابيثيليوم. تذكروا الرتينال بيجمنت ابيثيليوم لو ما تذكروا؟ فد لاير بالرتينا قلنا الفانكشن مالتها سبورتيف، تاخذ ويست برودكتس من الفوتو ريسبتورز وتعطي نيوتريانت للفوتو ريسبتور، قلنا عليها الخادم مال الفوتو ريسبتور اذا تتذكرون، وقلنا الخادم اذا يبطل ويقعد يخرب البيت مو صح. فشلون اعرف هذا اذا يشتغل صحيح الريتينال بيجمنت ابيثيليوم؟ واحده من الفحوصات الاوتو فلوريسنس، بما انه هو يسوي فلوريسنس بنورمال ليفل انا اقدر اصوره هذا الفلوريسنس مال الريتينال بيجمنت ابيثيليوم وقارنه ويا النورمال اب نورمال. من يصير اب نورمال يبدي الفلوريسنس يصير اكثر من اللازم، من يصير اتروفي يصير اتروفي بعد ماكو فلوريسنس. فهذا يعطينا انفورميشن اباوت ذا هيلث اوف ريتينال بيجمنت ابيثيليوم هذا التست. زين وين يفيدنا؟ يفيدنا بهواي ديزيزز، مثلا ايج ريليتد ماكيولار ديجنريشن، اكو ماكيولار ديستروفيز يتاثر بها الريتينال بيجمنت ابيثيليوم، اكو دراجز تسوي توكسيسيتي للريتينال بيجمنت ابيثيليوم وتبين مثل هيدروكسي كلوروكوين. هذه هسه فندس ايمج، هاي الصوره العاديه كان فندس كاميرا يعني، هذا الاوتو فلوريسنس، هذا النورمال، نورمال هيك يصير. زين عندنا بعد شيء ثاني بالرتينا يسموه الاوبتيكال كوهرنس توموغرافي، هذا يستخدم فد لايت رايز، بالعاده ممكن يستخدم الدايود
ويف لينث معين. سوينا فد اوبتيكال سكشنز بالرتنا. شلون يسويها؟ لايت رايز تروح ويصير مثل الفكره مال السونار ويصير ريفلكشن، اكو ديتكتر يحسب ايش قد المسافه اللي قطعها، اكو سبيد يحسب ايش قد اكو ديلي وايش قد الرفلكتد راي. اكو فرق بين اللايرز، بين اللاير واللاير، فراح يطلع لنا فرق باللي بالرفلكشن وبالديلي. هذا الفرق، الفروقات هاي حولها الى صوره، تطلع لنا الرتنا واللايرز مالتها. زين، شلون يطلعها؟ اكو شيء يسموه الانترفيرنس، تذكرون بالفيزياء اكو تداخل البناء والتداخل الهدام، تذكرون ذني؟ فالرفلكتد راي واقارنه فشي ستاندرد عندي من الجهاز، سوي لنا فد باترن اوف انترفيرنس، كل باترن من لاير معينه وطلع لنا صوره. وين استفاد منه؟ هذا راح يعطيني شلون السكشن بالماكله، راح يطلع لي ممكن استفاد منه بالثيكنس مال الماكله نفسها، اكو اديما لو ماكو بيها هاي، اكو عليها تراكشن مثلا هاي الماكله لو ماكو، وكل الماكلر ديزيز احتاجه اللي هي هاي الصوره. هاي الصوره مال اوبتيكال كوهرنس توموغرافي للماكله، يطلع لي اللايرز وحده وحده مبينه، طلع لي يعني فاين ديتيلز مالتها وياها. هذه مثلا ماكلر اديما، هاي الكلير سبيسز، هاي كلها فلويد اكزوديشن، هذا اكزوديشن، هذا في الديزيز يسموه سي اس ار، يتجمع فلويد جوا الرتنا. هذا يسموه ماكلر هول، هاي شوفوا هاي مفتوحه منها هاي الفتحه. فهو اذا انفادنا طلع لي اكثر من شكل من الماكلر ديزيز. طبعا هذا يفيدني همي انا بالفولو اب، الاديما ايش قد قلت برا ما انطيت تريتمنت، زادت، فيفيدني بالدايجنوسيس وبالفولو اب. اكو شيء يسمونه الفلوريسين انجيوغرافي، قلنا ننطي داي للمريض ونصور الشبكيه، شيء يفيدنا؟ طلع لنا الابنورمالتي بالفيزلز فاسكولاتشر مالرتنا، يطلع لنا المكانات اللي يصير بيها ليكج، اللي يتجمع بيها فلويد ومسوي لنا اديما. زين، طبعا اكيد من نرد اصور احتاج اوسع عين المريض واخليه قدام هاي الكاميرا، انطي الداي وابدي اصور، احط سبيشال فلترز، شيء يسموه اكسايتيشن فلتر، وابدي اصور. بعدين الصور ابدي حسب الوقت اقدر افسر الموضوع. هذه هي الصوره، شوفوا هاي الفيسلز كلها ستيند بالداي، هذا طبعا نورمال. هذا مثلا شوفوا هاي اكو ليكج، هذني النقاط كلهن ذني، هاي مايكرو انيوريزمز اللي يصير بيه الليكج من البلداي. هاي اديما، ماكلار اديما، تصير كانها شايفين البتلات مال الورده هيجي من الصفطن، هي نفس الشيء تشبهها، يسموها فلور بيتل. هذني مناطق بها اسكيميا، ما بها بلود فيسلز. هذا اني مناطق اوف ليكج، هذا يطلع منه للداي، هاي نيو فاسكولارايزيشن اكو هنا. هذا مثلا سنترال ريتينال فين اوكلوجن، هذا اني النقاط السود، هذا اني هيمورج. زين، خلصنا هسه هاي اول محاضرة. عندكم سؤال؟ ليزرز ان اوفثالمولوجي، اول شيء هو شنو الليزر؟ الليزر هو مختصر light amplification by stimulated emission of radiation. شنو الفرق اللايت العادي عن الليزر؟ اولا الليزر يكون مونوكروماتيك، يعني ويف لينث واحد، هو مالتيبل ويف لينث، يعني تلقى ليزر ممكن اخضر احمر، بس ما تلقاه مخبوط، لو هيج لو هيج،
وهذا يفيدنا راح نخلص من شيء يسموه الكروماتيك ابريشن باللانسز، يعني نعرف احنا الويف لينث المختلفه كل واحد عنده فد ريفراكتيف اندكس من يفوت بالماده. يعني تذكرونها عن كافور ملوني، تعرفون الزيغ اللوني ماخذين هيك اشياء بالفيزياء، الزيغ اللوني والزيغ ما ماخذين الزيغ الكروي، تذكروها الويف لينث. هسه من تحط اللايت قدام موشور مو يطلع لك الالوان الطيف الشمس يسموها، ليش طلع؟ كل واحد عنده فد ريفراكتيف اندكس، كل لون عنده ريفراكتيف اندكس. طبعا اللي ريفراكتيف اندكس مالته اعلى هو من هو يا لون؟ الازرق، يعني الالترا فايوليت هو كلش الريفراكتيف اندكس اعلى، لذلك يصير بكونفرجنس اكثر، يصير قريب يعني على الموشور. والاحمر بالعكس بعد، لذلك تشوفها يعني تترتب من الازرق او البنفسجي للاحمر. العدسات بصوره عامه هي يعني تقدر تتخيلها، العدسه الكونفكس هي عباره عن موشورين بيس تو بيس، والعدسه الكونكيف هي عباره عن موشورين ابيكس تو ابيكس. ف تعطينا فد افكت مال البريزمز، يعني يسوي لنا هذا التحليل الضوئي، تحليل للضوء بالاطراف مالتها. فمن استخدم ليزر بويف لينث واحد اخلص من هالمشكله، الضوء اللي راح استخدمه هو ويف لينث واحد، ما راح يصير بيه تحليل، ما راح يصير اكثر من لون واكثر من فوكس، وكل لون الى فوكس واحده. تفهموني هاي الفكره انه مونوكروماتيك لهالسبب يخلصون من هالمشكله. كوهرنت، شنو معنى كوهرنت؟ قبل شوي حكينا على الانترفيرنس، الانترفيرنس اللي اكو كونستركتيف ديستركتيف، هي مو ويف مو ويف، كلهن يصيرن كوهرنت معناها كلهن ان ذا سيم فيز، يعني ما يصير بيهن ديستركتيف انترفيرنس، مو واحد يلغي الثاني، مو موجه تلغي الثانيه، ما يصير بيناتهم تداخل هدام، مو هيك بالفيزياء. كوليميتد، شنو كوليميتد؟ كوليميتد معناها لايت ويفز بارالل، مينيمال دايفيرجنس، من الصعب جدا انه تحصل فد لايت بيم ضل بارالل الى ما لا نهايه، بس مينيمال دايفيرجنس مقارنه باللايت العادي. اذن كلهن فد ميزات للليزر. هاي فد ملخص اللي هسه حكينا. شلون يقسمون الليزرز؟ يقسموهن ممكن according to the emitted light، ال wavelength مالته. اكو visible laser اللي هو من ال portion مال visible spectrum من ال 400 لل 700. مثلا عندنا فد ليزر يسموه double frequency yag laser، هذا لونه يطلع باللون الاخضر، spectrum مالته باللون الاخضر. اكو invisible laser معناها outside this spectrum، مثلا الالترا فايوليت ليزر مثل الاكزايمر ليزر اللي نستخدمه بتصحيح عمليات الرفراكتيف سيرجري، الويف لينث مالته 193 ما نشوفه. او ممكن بالانفراريد، بالانفراريد مثلا كربون دايوكسيد ليزر هذا 10600 ويف لينث مالته، او الياغ ليزر، مو الدبل فريكونسي ياغ، الياغ ليزر هذا 1064، الفمتو سكند ليزر 1053، هذني احنا ما نشوفهن بس انه موجودات، اكو هيك ويف لينكس. هذا الفيزبل سبيكتروم، هاي الالوان مسطره بهالطريقه هذه، اذا ضمنهن ويف لينكس راح اشوفه بيا لون، اشوفه بنفس اللون بنفسجي اخضر احمر، اذا لا اوتسايد ذس ما تشوفه. هاي طريقة للكلاسيفيكيشن. الثانية يقسموه according to the active medium. active medium مثلا solid مثل الياغ ليزر، او liquid state مثل اللي يسموه الداي ليزر، او الغاز state، غاز state مثل الاكزايمر ليزر او CO2 ليزر،
الأرجون ليزر. هو الليزر سيستم بصورة عامة كبرنسبل مين متكون؟ شلون أسوي ليزر؟ لازم عندك باور سورس والأكتيف ميديوم وفتشي يسموه تشامبر. تشامبر هذا تخلي بيه الأكتيف ميديوم. أكو تو ميرورز أبوزينج ميرورز، واحدة فولي ريفلكتيف واحدة بارشلي ريفلكتيف. شو نسوي؟ باور سورس سوي اكتيفيشن للميديوم، يبدي يطلع. انتوا تذكروهم بالفيزياء، احنا كنا ناخذهم بالفيزياء، انتوا ماخذين ذني شلون يصير الليزر، شلون يسوي الفوتون، شلون يسوي الاكتيفيشن، ان ستيبل برا يصير ستيبل ويطلع لك ويف لينث معين. هاي تذكروها، سوي اكتيفيشن للميديوم، يطلع الفوتون، فوتون يروح يظل ينعكس بين تو ميررز، كل مره يفوت بيها بالميديوم ويطلع فوتون مثله، وتستمر الحلقه. انا مو تضل انت انا تستفاد من عندك فد مرر بارشل ريفلكتيف عاده 80% تطلع جزء من ذني الفوتونات اللي هو انا راح استفاد منه، ويظل اكو فد سايكل تسوي انتاج جديد للفوتونات. فكره هيك بيسكلي. هذا الليزر شنو الافكتس مالته؟ شنو اللي ممكن يسوي للتشوز؟ اكو فشي يسموه الفوتو كوغيليشن افكت، اللي هو ثيرمال افكت، يعني شلون التشويات. هذا التمبرتشر عادة راح ترتفع بالتشو لتقريبا 65 الى 80 سنتيغريد بالليفينج تشو. يسوي لنا فد كوغيليشن بالبروتينز، والكلينيكال افكت انا اشوفه كان با هو شلون تشويه. شايف من تنشوي يصير فد منطقة بيضة، من تنشوي هي هاي نفسها، هذا يسموه فوتو كوغليشن افكت. مثل ايش؟ مثل الدبل فريكونسي ياغ ليزر، الارجون ليزر، هذين نستخدمهن وين؟ بالبان رتينال فوتو كوغليشن اللي استخدمناه بالرتينا بالدايابيتس، سوي هيك بيرنز بهيك ليزر. اكو شي يسموه فوتو ديسربشن، هذا لا التمبرتشر تصعد بعد اعلى، لازم نصعدها 100 الى 350 بهالحدود. هاي شو تسوي لنا؟ هذه راح يسوي لنا ديستركشن للبونز الانتر اتوميك بونز او فورسز. معناها انا بهاي الباور اللي اعطيتها، الانرجي اللي اعطيتها، راح اكسر الكيميكال بونز، راح تطلع الالكترونز، راح يسوي لنا فري راديكلز، ولان هي بريسايز راح اسوي لنا كاتينج افكت. وين استخدمها هاي؟ استخدمها بالنيديميوم ياغ ليزر، اسوي بيها مثلا او افتح فتحه مثلا خلينا نقول بالايرس، استخدم الفوتو ديسربشن افكت، اسوي ديسربشن للتشو، افتح فتحه بيها، او بالبوستيرير كبسول برا سيرجري أرد أفتح لي فتحة بالبوستر كبسول، أستخدم النيديم يومياك ليزر. بعد أكو شيء يسموه الفوتو كيميكال. فوتو كيميكال بنوعين، هذي يسموه الفوتو أبليشن. فوتو أبليشن هنا أنا ماكو هيت، ما تطلع لنا هيت. نا البوليمرز اللي بالتشوز راح يصير بها evaporation، تتبخر تشوي يتبخر، ونحصل شنو؟ ablation. ablation يعني أنا دا أخذ التشو أوخره. الكلينيكال إفكت اللي راح أشوفه هو تشو removal. وين نستفاد منها؟ نستفاد منها بالرفراكتيف سيرجري، نريد نسوي رفراكتيف سيرجري. إذا هو مايوب أوخر الجزء اللي بالسنتر من التشو، أغير الشيب. إذا هايبر أوب أوخر الجزء بالأطراف، أغير الشيب مع الكورنيا. على مود أكون كلش بريسايز نستخدم الليزر، على مود يعطينا ويا كل بلس أعرف إيش قد راح أخذ من التشو. يسموه فوتو أبليشن إفكت. وأكو فوتو راديشن، هذا ننطي بي داي انترافينوس
الداي هذه تكون عبارة عن فوتو سنسيتايزنج ايجنت، يعني هذا فد مادة من اعرضها لويف لينث معين من اللايت يصير بيها اكتيفيشن، طلع فري راديكلز، تسوي ثرومبوسيس بالمكان اللي هي بي، تسوي لنا انفلاماتوري بروسس. زين، وين استخدمه؟ استخدمه في شيء يسموه الفوتو دايناميك ثيرابي. قلنا ال age related macular degeneration اكو بي تو تايبس، اكو دراي واكو وات، والوات اكو بي يسموه فد نيوفاسكولار ممبرين بسبب جوا الرتينا. وحده من طرق علاجه هي انه نستخدم الفوتو دايناميك ثيرابي، ننطي هاي الداي ونعرض الليزر هذا، من يوصل الداي لهذا النيوفاسكولار ممبرين يصير له فوتو سنسيتايزيشن، يصير بي ثرومبوسيس وينسد نيوفاسكولار ممبرين، اخلص من مشكلته هذا واللي كجمات والهوسمات. هاي وحده من الطرق. احنا وين نستخدمه هسه الليزر بصوره عامه؟ ممكن راح نبدي من اكسترنالي لان نوصل انترنالي. باللد نستخدم الثيرمال افكت، مثلا واحد عنده بابيلوما اللي هو الورت، ممكن نوخرها بسي او 2 ليزر. اكو يسموه هنا اكيد تعرفون هذا سكين ريجوفينيشن اللي يسموهن شد، مو شد مع الجلد. شي يسوون؟ يوخرون الابيديرمس كلها، يحرقوها بيمن بليزر، اربيوم ياك ليزر او سي او 2 ليزر. من يرجع الابيثيليوم نيو 1 راح يرجع يعني مور جوفينايل ابييرنس. زين، ممكن نستخدمه بالتركياسز او الاستكياسز، لان الاي لاشز ديسوردرز بالاي لاشز تطلع اب نورمال اي لاش او مس دايركتد مفرور لي جوا على العين، فنستخدم الدبل فريكوانسي ياك ليزر او الارجون ليزر، اسوي بيرن للهير فوليكل نفسها هم بعد ما تطلع هاي الاي لاش الاب نورمال، احرق الهير فوليكل مالته نفسها. زين، ممكن نستخدم الليزرز قلنا بالرفراكتيف سيرجري، نستخدم الفوتو ابليشن افكت. الليزر اللي نستخدمه يسموه الاكزايمر ليزر، ليش؟ اغير الشيب مال الكورنيا بطريقه احصل اعدل بيها الرفراكتيف ايرور. بروسيجرز اكو اشكال، اكو البي ار كي، اكو الليزك، اكو الفمتو ليزك، اكو السمايل. بالمايوبيا قلنا الباور مال الاي هي مور ذان نيدد، لذلك يصير الفوكس قدام الرتينا. تذكروها هاي الرفراكتيف ايرورز من اخذناها، المايوبيا يصير الفوكس ان فرونت اوف ذا رتينا، والهايبروبيا بيهايند ذا رتينا. فبالمايوبيا معناها الباور اللي عندي بالاي اكثر من اللي احتاجه، فالرفراكتيف سيرجري شو تسوي؟ تقلل من الباور مال الكورنيا الى نوصل للي احتاجه انا، ايش قد تثبت عليه. بالهايبروبيا يصير العكس، اسوي العكس. زين، نجي على التايبس مال ريفراكتيف سيرجري. بالبي ار كي يسموها الفوتو ريفراكتيف كيراتكتومي، شو نسوي؟ نوخر الابيثيليوم ونحط الليزر، نسوي ري شيبينج للكورنيال تيشو اكوردنجلي حسب الشيب اللي اريده بحيث احصل الباور اللي احتاجها. براها شو اسوي؟ احط كونتاكت لينس، والابيثيليوم راح يصير بي ريجنريشن خلال ايام، عاده يعني يومين ثلاث ايام يرجع الابيثيليوم كله يتغطى. هاي يسموها بي ار كي. واكو الليزك اللي هو الليزر انسايتو كيراتوميليوسيس، تقشير بالليزر يسموه هذا. لا، شو نسوي؟ نسوي بدل ما نوخر الابيثيليوم، هاي الفتره اللي يروح بيها الابيثيليوم، اكو احد منكم مثلا مطخوخ بعينه قبل او متعور باظفر، طفل لايحه باظفر كلش مؤلمة مزعجة، من يصير ابريجن كورنيال ابريجن اللي هي فد مكان صغير من الابيثيليوم يكون لوست، كلش مؤذية. تتخيل الابيثيليوم كله وخرته فمؤذية للمريض،
ويراد لفد وقت أطول يلا يقدر يرجع يشتغل مثلا أو يداوم أو يعني. فقالوا إحنا ليش نوخر الإبثيليوم؟ وإحنا نسوي فلاب ما نوخر الإبثيليوم، نقص الستروما ونقلب الفلاب، نخلي الليزر على الكورنيا، نسوي desired change بالshape of the cornea ورجع الفلاب. هذا يسموه الليزك. شلون يوخروا يسوون الفلاب؟ يسوون الفلاب اذا سووها بميكانيكال مايكرو كيراتوم، يعني فد ماطور وبفد بليد خاصه يسموه الليزك العادي. اذا استخدمنا الفمتو ليزك، فمتو ليزر على مود اسوي الفلاب يسموها فمتو ليزك، يعني سوينا الفلاب باستخدام الفمتو سكند ليزر يسموها فمتو ليزك. سايل بي ار كي، خلي انستاتيك ايجنت نوخر الابيثيليوم، وطبعا انستاتيك ايجنت ويا الكحول على مود يسوي لوسنينج للابيثيليوم، نوخر الابيثيليوم، حط الليزر يسوي الديزايرد افكت اللي اريده، اخلي له كونتاكت لينس، خلال ايام راح يرجع الابيثيليوم يغطي. الليزك لا، اخلي همين انستاتيك ايجنت، افتح الفلاب، هاي شوفوا هاي الفلاب انقلبت فتحناها سواء بالمايكروكيراتوم او الفمتو سكند ليزر ما نختلف، المهم سوينا فلاب، نحط الليزر يشتغل يسوي لنا ديزايرد افكت، ارجع الفلاب وخلصنا السيرجري. اذا ما يوب احنا سوينا قللنا الباور مال الكورنيا، انا مود يقوم انا احصل اقلل الباور مال الاي كلها، واذا هايبر اوب لا ازيد الباور. واضحة هاي الفكرة لو عندكم مشكلة بيها؟ واضحة؟ واضحة؟ بالمايوب المشكلة عندنا انه الباور مال الاي كلها اكثر من المطلوب، لذلك الفوكس ده صير قدام الرتنا. فاحنا شو نسوي؟ نقلل الباور مال العين كلها. شلون اقللها؟ وين؟ اقللها بالكورنيا. فأقلل الباور مال الكورنيا نخلص من النظارات وتمشي الأمور. بالهايبروبيا بالعكس، هي الباور مال العين مدى تكفي، مدى تجيب الإيمج على الرتنة، ده تصير ورا الرتنة، فأغير الشيب مال الكورنيا، أزيد الباور مالتها عمود أجيب الصورة قدام الرتنة. كل الأحوال إذا سويناها بليزك يعني أكو فلاب. زين سمايل شنو؟ اكيد سامعين بيها السمايل. السمايل هي هاي يعني most advanced surgery recent one. شو يستخدمون؟ يستخدمون الفمتو سكند ليزر. فمتو سكند ليزر من اسمه فمتو سكند، فمتو سكند يعني 10 اس ناقص 15 من السكند، هاي الديوريشن مال البلس. فتخيل هي فد سمول best fast best of lasers، تكون كلش precise. ايش نستفاد منها؟ ها هي تفتح لنا فتحه بالكورنيا، مثلا انا عاده هسه هي الفمتو سكند العفو السمايل كلها بس للمايوب ماكو الهايبروب، وقلنا المايوب مشكلتنا اكو الباور مال الاي اكثر من اللي محتاج الشخص. فنسوي شنو؟ نوخر جزء من الكورنيال تيشو، اغير الشكل مالته، اوخر جزء من الكورنيال تيشو عمود اقلل الباور مالتها. فايش سووا؟ قالوا احنا بداخل الكورنيا نفسها نستخدم الليزر يوخر لنا، يسوي ديسكشن للجزء اللي لازم اوخره بداخل الكورنيا بدون ما افتحها، نكمله كل الليزر ونفتح لنا فتحه صغيره، نطب فورسبس صغيرة نجرها التشو ونطلع. هذه السمايل فيسوي لنا شنو؟ يسوي لنا كي هول سمول انسيجن، ندخل بالبريفري اوف ذا كورنيا، ندخل نشيل هاي السمول لنتيكيول اللي قصها من الكورنيا، نجرها ونطلع. فلا سوينا فلاب ولا وخرنا ابيثيليوم،
هذني فائتي الفلاب الريسك مالتها شنو انه هاي الفلاب من راح ترجع ما راح يصير لها هيلينج مثل الانتاكت تيشو راح تظل هي ات ريسك اوف ديسبليسمنت وذ ماينر تروما ممكن طخه بسيطه ترجع تنفتح الفلاب هذه خلصوا منها بالسمايل اللي هي هيج يجي الليزر يفتح لنا فتحه هنا صغيره وهاي اللنتيكيول هنا احنا شو نسوي ندخل من هاي الفتحه الصغيره نجر اللنتيكيول ونطلع هاي السمايل ايش نستخدم بيها نستخدم بيها تو يعني نستخدم بيها الفيمتو سكند ليزر هو اللي يسوي لنا هذه الانسجن هو اللي يسوي لنا اللنتيكيول يسوي ريسكشن احنا بس مجرد هاي الفتحه ندخل منها ونطلع اللنتيكيول فهسه هاي فد مقارنه انه هاي وخرنا الابثيليوم هاي سوينا فلاب هاي سوينا فد كي هول شلنا اللنتيكيول زين هسه هاي بالنسبه للكورنيا الليزرز بالنسبه للكورنيا شلون نستخدمها بالنسبه لللنس ديسوردرز اوف ذا لنس ممكن هم نستخدم الفيمتو سكند ليزر بالكاتاراكت سيرجري شلون احنا بوقتها ما شفتوا الفيديو مال الكاتاراكت سيرجري مو صحيح اتذكر ما شفته سهاي الكاتاراكت سيرجري ايش يسوي سهاي الكورنيا هاي اللنس جوا سوى فتحه هنا صغيره دخل منها هاي الكانيولا دفع بيها فد ماده يسموها هيلون فد فيسكولاستيك ماتيريال يسوي سبيس يشتغل بيه هذه الفيكو امالسيفيكيشن فيكو امالسيفيكيشن اوف كاتاراكت هاي دخل فتحه ثانيه راح يسوي فد جزء من الكبسول راح يشيله نسميه كابسولاتومي كابسولا ركسز راح يلزم هاي الكبسول ويفرها هاي شوفوها سوي له فتحة دائرية تقريبا 5.5 مليمتر هذا الانتيريور كبسول فتحه راح يدفع هذا فلويد يدفع بين الكبسول وبين الماتيريال مال الكاتاراكت انا مود يفصلها عن الكبسوله احنا نريد نطلع بس الكاتاراكت نفسها الكبسوله نريد نبقيها شوفوها شلون تحددت هذا هاي الكاتاراكت تحددت كلها هسه هذا البروب مال الفيكو موسيفيكيشن ماشين راح يبدي هسه يعني يكسرها صغار صغار يستحلبها يسموها فيكو موسيفيكيشن يعني استحلاب موعها كأنه يكسر بيها شوية شوية لان يسحبها هو بهذا البروب هاي قسمها نصين وراح يبدي يقسم بها بعد اكثر
يحاول ينظف الكبسولة من كل هاي الرمنانس مال كاتاراكت. هاي راح يزرع اللنس سينثيتيك لنس يخليها بداخل الكبسولة. ننظفها للعين من المواد اللي دخلها. هاي يسوي فد سترومال إديمة، يعني يدفع يخلي المكان مال الووند إديماتس على مود يلطش شي على شي بدون ما يستخدم أي سوتشرينج تكنيكس. فهاي السيرجري ما يستخدم بيها أي سوتشر. سمول ووندز شفتوا وش سوى؟ سوى الانسجنز هو سواهن، الكبسول فتحها هو، والكاتراكت هو قسمها بيده. هذني كل هنا الخطوات الفمتوسكند ليزر ممكن يسوي لنا ياهن. هو اللي يسوي الانسجن كورنيال انسجن، ممكن هو يسوي لنا الكابسولر اكسس هاي الكبسوله هو يفتحها، هو يقسم لنا الكاتراكت، نحصل مور بريسايز. يعني مثلا الكبسول هو من فتحها ممكن ما تجي هيك سيركولر، ممكن لا تكون شويه مخربطه اذا ما سيطر عليها. ليزر يكون اضبط، والانسجنز هم تكون ادق يعني بالسايز مالتها والبوزيشن مالتها، فيفيدنا بهيك شيء ممكن فمتوسكند ليزر بالنسبه للكاتاراكت. بعد وين يفيدنا الليزر؟ يفيدنا النيديم يوم ياك ليزر برا الكاتاراكت سيرجري. برا الكاتاراكت سيرجري تبقى مرات ابيثيليال سيلز مال اللنس سوينا اوباسيفيكيشن ورا الاي او ال على الكبسول، يسموها posterior capsular opacification. هاي تقلل لنا الفيجوال اكيوتي مال المريض ويحس نفسه كانه رجعت للكاتاراكت مره ثانيه. نحلها شلون؟ نفتح فتحه بالبوستيرير كبسول بالليزر بالنيديوم يوم ياك ليزر. وبعد ممكن وين نستخدم الليزر؟ ها هذه الشسمة الفمتو سكند ليزر اسيستد كاتاراكت سيرجري. شوفوا شلون هو مسوي الكابسولار اكسس الليزر ومقسمها للكاتاراكت اثمان، يعني شلون البيتزا مقسمها اللي قدام. فمن يجي يدخل السيرجن يلقاها راسا مقسمه جزء جزء يسحبه ويطلع. الفكره ليش؟ لان هذا الفيكو جهاز الفيكو موسيفيكيشن يسوي هيت ويسوي ممكن دامج للإندوثيليوم. فكل ما أنا أقلل الباور اللي أستخدمها بالفيكو كل ما أحافظ على الإندوثيليوم أكثر. فمن يقسم ليها هاي راح تقلل الباور. هذا جهاز الياغ ليزر أو نيديوم ياغ ليزر بنسوي به البوستيرا كابسولار أوباسيفيكيشن. هيك المريض يقعد بهالطريقة. هاي الفكرة من البوستيرا كابسولار اوباسيفيكيشن. هاي اللنس وهاي البوستيرا كابسول، هاي يصير بيها فد اوباسيفيكيشن، يعني شلون مثل الطبقة البيضة تصير ورا اللنس. نفتح احنا فتحات على قد البيوبل، فتحة بداخل الكبسول على مود يقدر المريض يشوف منها بوضوح. مثل هاي شوفوها، هاي شلون هاي البوستيرا كابسولار اوباسيفيكيشن. هذي برا ما سوينا كابسولة اتومي صغير، هاي برا ما نسوي كابسولة اتومي كبير. هيك تصير فتحة كلير يقدر يشوف منها المريض. زين ممكن نستفاد من الليزر بعد بالجلوكوما. بالجلوكوما انتو اخذتوا جلوكوما هسا مو صحيح؟ اخذتوا الانجل كلوجر جلوكوما. وحدة من الطرق مال العلاج شو نسوي؟ بيرفرال ايريدوتومي، نفتح فتحة بالايرس. بما نفتحها بالنيديم يوم ياك ليزر يستخدم الفوتو ديسربشن افكت بيوبلر بلوك والانجل كلوجر جلوكوما، يصير انترابمنت مال اكوياس بيهايند ذا ايرس اند لنس. نفتح لنا فتحه نخلي فد باي باس
للبيوبل يطلع منه الاكوياس. زين بعد اكو شيء يسموه ليزر ترابيكيلوبلاستي. بالبرايمري انجل برايمري اوبن انجل جلوكوما اخذتوها مو برايمري اوبن انجل جلوكوما ما عندك فد بلوك، بس المشكله الترابيكولار مشوك ما تسوي فولتريشن بالمطلوب منها، اقل يعني البرودكشن صار اكثر من الدرينج. فش سووا؟ قالوا احنا ممكن نستخدم الليزر على ترابيكولار مشوك يزيد لنا الدرينج بنوعين، اكو يسموه الارجون ليزر ترابيكولابلاستي واكو سيلكتيف ليزر ترابيكولابلاستي. من يستخدموا هذا يزيد الدرينج مال الترابيكولار مشوك. زين وبعد اكو مرضى ايش ما تحاول وياهم ايش ما تسوي وياهم ما يضل هاي اي او بي. واحدة من الطرق يستخدمون شنو، احنا بدل ما نشتغل على الدرينج نحاول نزيده وما نحصل نتيجة، وصلنا هذا أقصى ما ممكن بعد ما نقدر نسوي. يعني زار أولا فالف، سووا له ترابيكيلكتومي، سووا له ليزر، ذني كلهن سووهن وما ينفع بعد الآي أو في هاي. نتجه على اليمن على البرودكشن، نحاول نقلل البرودكشن مال الأكوياس، سموه سايكلو فوتو كوغيليشن. سو نقلل السيليار بروسيسز، نسويها بها شرينكج. يا اما نسوي ترانسكليرال من برا او اندوسكوبيك، يعني ندخل باي اندوسكوب ونسوي شرينكج لكل سيليار بروسيس، نصغر حجمه على مود نقلل البرودكشن. هاي البرنسيبل مال ليزر بيرفرال ايريديتومي، نفتح فتحه بالبيرفرال ايرس على مود يعبر منها الاكويس بالانجل كلوجر اللي هي تطلع مثل هاي، هيك فتحة نسوي لنا انا ودي اعبر منها الفلويد. ها ممكن اذا لارج اذا قريب، احنا دائما نختار وين، نختار الابر بارت ونحاول نسوي كلش بيرفرال ومو كلش كبيره. ليش؟ لان الابر بارت عاده الكورنيا كفرد باي ذا ليد تقريبا 2-3 مليمتر ينزل عليها، تنزل عليها الليد فما يفوت منها لايت، يعني تخليها بمكان هيدن. وش قد ما تقدر بيرفرال كل ما افضل. طبعا اذا لارج وبالسنتر اكيد يعني تسوي هذا الليزر ترابيكيلوبلاستي. هاي الترابيكيلار مشورك هذا اللي يسموه الاي ال تي ارجون ليزر ترابيكيلوبلاستي. نسوي ننطي ليزر سبوت بمكان ونترك مكان. الفكره منه شنو؟ هذا يسوي لنا بام، يعني المنطقة اللي أضربها راح يصير بيها بيرن تنتلف. الفكرة شنو؟ من أسوي بيرن بهاي المنطقة راح يصير بيها فايبروسيس، راح يصير بيها كونتراكشن، راح تسحب نفسها. المناطق اللي بصفها راح تنفتح الفتحات أكبر، تسوي إنهانسمنت. هذا يسموه سيلكتيف ليزر ترابيكيلوبلاستي اللي هو لا يعني يستخدم بس الجرين ليزر، يسوي ستيميليشن للميلانوسايتس والفيغوسايتس الموجودة بالترابيكولار مشوك، يسوي لها كلينينج للترابيكولار مشوك، ينظفها على مود يسوي درينج أفضل. نستخدم فد كونتاكت لنس بها مرار. سامعين بالجونيوسكوبي؟ يعني شون أنا أشوف الأنجل؟ استخدم فد كونتاكت لنس وبها مرار تراوين الأنجل، ما أقدر أشوفها مباشر. فاستخدم نفس اللنس خليها على عين المريض واخلي الليزر يروح لها المكانات هذه، انطي الليزر سبوتس. زين بالنسبة للرتنا ايش نستخدم الليزر؟ قلنا نستخدمه بهواي ديزيزز. بالرتنا اكو بيجمنتس، بما انه الليزر اللي نستخدمه ممكن يكون بـ visible part، ف
فلازم نعرف ان البيجمنتس يسوون ابزوربشن اليا يا سبكترم. الميلانين موجوده عاده بالار بي اي والابزوربشن مالتها اللونج ويف لينكس يعني باللون الاحمر. الزانثوفيل هاي موجوده بالماكلة يسوي ابزوربشن للشورت ويف لينكس. الهيموغلوبين هذا الابزوربشن مالته فاريبل بس عاده هو بالرد، كل ما دنس كل ما ياخذ رد اكثر. فعليه هسه احنا الزانثوفيل هو موجود بالماكلة. الماكلة هي يعني خلينا نقول البارت اوف ذا ريتينا ريسبونسبل فور فاين ديتيلز، مو قلنا احنا نشوف الشيء الدقيق بالتفاصيله بالماكلة. فلازم انا من استخدم ليزر ما استخدم ليزر بشورت ويف لينث، يعني اذا صار له ابزوربشن باي زانثوفيل الماكلة راح تنتلف. فايش سووا؟ كانوا يستخدمون الارجون ليزر قديما كان باللون القريب على الازرق، لا بطلوا ما يستخدمون باللون الازرق، قاموا يستخدمون اللون الاخضر. زين الما نستخدمه هسه نستخدمه بالرتين بار رتينا فوتو كوغليشن، قلنا نستخدمه بالبروليفراتيف ديسوردرز رتينوباثي، سواء العفو سواء بالرتينا بين اوكلوجن او البروليفراتيف دايابيتيك ديسوردر بروفيدايابيتيك ريتينوباثي. نستخدمه شلون؟ نعيف الماكلة، نعيف شويه من المحيط مال الاوبتيك ديسك وننطي بالريتينال بيريفري ميد بيريفري والبيريفري. الفكره قلنا شنو؟ هاي الرتينا اسكيميك تطلع باسكولار اندوثيليال جروث فاكتور اللي هو دا يسوي لنا المشاكل بالرتينا. فايش اسوي؟ احرقها هاي الرتينا الاسكيميك، على مود اقلل الديماند اقلل البرودكشن مال بدف. هذا البارت اكو الفوكال ليزر، هذا نروح على المكان مال ليكج اللي هو عاده يما مايكرو نيوريزمز، اروح عليه اسوي له ابليشن. له اكو شيء يسموه جريد ليزر، جريد ليزر نستخدمه للماكلر اديما. اكو نوع من الليزر يسموه مايكرو بالس ليزر، مايكرو بالس هذا نطيب شورت بالسز ممكن نستخدمه بالماكلة، هذا يسوي لنا فد لس ثيرمال ايمج ما بي كولاترال ايمج، يعني ما ياثر على الفوتو ريسبترز النورمال. بعد اكو شيء يسموه ليزر رتينوبكسي، ليزر رتينوبكسي نستخدمه وين؟ بالرتينال تيرز، رتينال تيرز اللي قلنا ممكن نلقى رتينال تير بدون ديتاتشمنت. هذا شو اسوي له؟ احوطه بليزر. ليش؟ انا اتعمد اسوي بيرن دايره ما دايره على مود اسوي سكار بهالمنطقه، فيرم ادهيجن بتوين ذا رتينا اند ذا اندرلاينج لاير. زين اسوي فام اتاتشمنت بين ذا رتينا اند ذا اندرلاينج تيشو عمود ما يصير ديتاتشمنت، يسموه ليزر رتينوبكسي. وبعد الفوتو دايناميك ثيرابي حكيناها، ننطي هذا الفوتو راديشن افكت، نعطي الفوتو سنسيتايزنج ايجنت ونخلي الليزر بالمكان اللي بيه نيوفاسكولار ممبرين، من يوصل الداي ويما الليزر يصير فوتو سنسيتايزيشن ويسوي لنا فري راديكال انفلاماتوري بروسيس وثرومبوسيس انثيم. هذا البي ار بي، عفنا الماكلة، عفنا شويه داير مداير الديسك وطينا هذن السبوتس اللي هي هيك تبين عند المريض، يعني برا ما نسوي هيك تبين. هذا الفوكال ليزر على مكانات الليكج دا انطي، هذا الجريد ليزر هذا بالماكلة، الماكلة رديمة انطي فد فاين سبوتس، وهذا البي ار بي. هذا الرتينال تير، شوفوا شلون نحوطه داير مدايرة على مود يظل مكان بيدهيجن ما يعبر بيه الفلويد. عندكم سؤال؟ لو دختو